غير في الدواء ديالو المعيشه ديالو كطلب شي شويه الماكله. تقدر تكلم سي خالد؟ تكلم خالد دابا تيش غدير؟ شرح لهم من الديبار كيوقع لك مع هذاك السيد وكيفاش وقع لك. هو يجلس هذاك الاستاذ وقع لك مع هذوك البوليس اللي عرف وقول السميه ديالو اللي كتعرفها وكل شيء شرحوا لي وقال المعطيات اللي كاين. توقع راه يوقع ديالنا الحادث كانوا كاينين كاين واحد قرعه ديال العناصر تاع الامن وعرف ينفخوني في رابطه الشفورت اللي هو عبد الله اقبال. تعرف سميتهم؟ عرفت غير ما سميتهم تنقول لك. وكاين فيهم عبد الله اقبال كاين فيهم واحد داش كاين فيهم حاجي مرضوان كاين فيهم مصطفى اسهام ولا اسهام ما عرفتش كنيه تاعو. هادو عصابه متزوجه بالاصفر هادو ماشي امن حتى يامنوش البشر. تصور تيوقف عليك تيشم فيك الريحه تيبوك طلع تتقول لي علاش اش داير تيبوك انت تبغي الشفا من راسك بحالاش تيبوك انا السكيريه ديال عاهم 4000 والجوان ديال عاهم 100 درهم. انا اكثر مره اكثر من 10 مرات شفت الجيو وما سكرانش عارفين اني مفلي وهادي وتنكون غير سكران وتيجي وتيشم لي تيقول لي راك سكران ويدوني هكا جابي هكا. وانا تتفريت من هذا العصابه هادي الفلوس اللي عندك تيديهم لك ولا شنو؟ ما تفرجش لا ما عندي ما نعطيه تداو عليه تصور استاذ خالد المساهمه نتاعك في 20 فبراير كنتي تخرج مع 20 فبراير مدير مدير حركه 20 فبراير قلتي كانوا يهددوك باش على الخرجات اللي تخرج مع 20 فبراير تيجيو لعندي هاد الربعه نيت شي مره شي جوج تيجيو لعندي تيقولوا لي اشنو هو السبب باش تخرج على 20 فبراير تنقول لي تنخرج على حال ولاد الشعب المعيشه غاليه كلشي غالي تيبدا يهدد فيا تيقول لي ظالم المصير تاعك انت غادي نصيفطهم في الاعدام هكا قالوا لك خصك تنساهم من 20 فبراير هذوك نفس البوليس نفس ديك العصابه هذيك العصابه بالضبط ما كاينش شي واحد كاع اللي تيهضروا معايا غير هاد العصابة المتزوجة بالاصفاد تتهدد عباد الله تدير اثنين فيهم تدير لهم غير تخرج من 20 فبراير قولوا هان قولوا هان شي مرة ماشي شي قصة تيشيفطوا بيا خصك تخرج من 20 فبراير تنساهم من 20 فبراير انت عضو ديال الجمعية المغربية لحقوق الانسان اييه عضو مشترك كتشارك فيها ولا عندك البطاقة ديال الجمعية؟ مازال ما درت البطاقة ولكن خليتها تيصاوبوا عليا شي ظلم آخر تعرضتي ليه دائما نتلاقى تيوقف نتلاقى ويوقفوني دائما خليت هل عندك من عام واش من جواز واش عندي 30 سنة 30 سنة عازي المستوى الدراسي ديالك كاتريال والعمل دابا اللي كنتي قبل كدير خدام شهر كتان ها عند صحابك التاني قدام مع صحابك التاني اه وكانت الحاله الماديه ديالك ضعيفه متوسطه فينو راه يوجدو راه يوجدوش نتمناو لك الشفاء وتنوض على رجليك ان شاء الله تعافى وتنوض وتولي وترجع لنا للنضال شكرا الله يجازيكم بخير احنا ما علينا الا الدعم ديالك شكرا الله يجازيكم بخير الثانويات كيكونوا عاش الشعب عاش الشعب عاش الشعب تحياتي